شو صار معنا؟ ليمتى بدي ضل هيك؟ شو بدنا فخري؟ روق اقعد 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 ارتاح شباب. خلص شو بدك انت؟ الك علي جيبها هلا تقعد تحت رجليك، وشو بدك تساوي فيها؟ يا هذا الكلام اللي بينسمع مشان نضل اصحاب واحباب. سحر يا سحر، روحي لعند نور ولدها جيبي لي اياها لهون بسرعة. بأمرك معلمتي. المهم شفتيها لسمية؟ سألتيها عن بنتي نور؟ لا ما شفتها. ليش ما شفتيها؟ لأنه من الأساس ما في بنت اسمها سمية. شو هالحكي؟ أنت متأكدة؟ طبعا متأكدة. لما قعدت مع الحرمة قالت لي إنه عندها 3 صبيان وبنتين، أكبر بنت عمرها 10 سنين. مو معقول هالشيء. لك شو عم يصير معنا؟ شو عم يصير؟ لك يا بنت الحلال، انت شو عم تعملي هون؟ ولك فهميني، ردي علي. يعني انت ما بتحكي؟ عم تسمعيني؟ الحمد لله رب العالمين عم تسمع. شلون؟ شو يعني ما لقيتيها؟ والله العظيم ما بعرف، نزلت وما لقيتها. الله وكيلك انا بايدي فوت لها الغدا وقفلت الغرفة عليها. شو عم تحكي انت؟ لك شو عم تحكي؟ شو يعني قفلتي عليها؟ مين بده يفتح لها الباب؟ مين؟ والله ما بعرف، والله العظيم. روحي من وشي. مصيبة. إذا هي البنت بتوصل لعند أبوها رح ينخرب بيتي أنا وياكي. خلصنا بقى فخري، خلصنا. لا رح ينخرب بيتنا ولا شيء. أبوها ما رح يسترجي يفتح سيرة، لا رح يفضح حاله قدام أهله ولا قدام عيلته. والبنت إجت لعنا برجليها، نحنا لا خطفناها ولا شيء، خلصنا بقى. مزبوط، آمنا يا نظمية خانو. بس حطي ببالك إنه كل شيء تكتكنا له وخططنا له راح على الأرض. لا سيدي، ما في شيء راح على الأرض. أنا هلأ بلشت، هلأ بلشت معتاجتها. الله يستر عليك وعلينا. بلا ما حدا يشوفنا فهمنا غلط. هلا امشي معي على البيت، امشي. لا تخافي، اختي من جيلك وساكنه معي بالبيت. عم تفهميني؟ امشي معي، امشي ولا تخافي. خدي هي حطي على راسك، امشي وراي البيت. تفضلي اختي، تفضلي. نعم اخي، الله يعطيك العافيه. هاي البنت ضيفتنا، ديري بالك عليها واستقبليها منيح. ايه اهلا وسهلا. بس مين هي الضيفه؟ اول مره بشوفها. هلا بعدين بنحكي. بامرك. اهلا وسهلا فيكي. هي ما بتحكي بس بتسمعك وبتفهم عليكي. ايوه. انا صفيه اخته لكامل. صفيه فوتيها لعندك على الغرفه واعطيها توب تستر حالها فيه وظبطينا لقمتين ناكله. ايه بعيوني اخي. يلا على اذنكم. تفضلي معي. فهموا شو رح اقول لكم منيح. بدي نور الهدى بنته لتاج الدين تصير سيرتها على كل لسان بالحارات الثلاثه. بدي الكل يعرف انه كانت عم تشتغل عندنا هون بالخان، وخاصه حاره القصب. معلمتي وابوها لازم ندري. لكن شو؟ ابوها لازم يكون اول العارفين. لازم يعرف انه بنته وحدة عايبة، بدي اياها تنفض الفضيحة ما صارت بالدنيا كلياتها. ماشي معلمتي، خلي هالشغلة علي، والله لخلي لك اياها تصير على كل لسان. يلا واجوني همتكم. امرك معلم عزيزي. سمعت لكم انه هربانة من بيت اهلها وابوها له فترة عم يدور عليها، بنت تاجر كبير وله سمعته بالسوق. العمى لك هدول البنات عن مين عم يحكوا؟ لكن معقول بنت بأول عمرها مثل فلقة القمر تروح هالخان تشتغل هيك شغلة؟ ناس راكدة ورا المصاري ومو فاضية تربي بناتها وتاركتهم على حال شعرهم. نزلنا أخي هيك ماشي. يلا يلا صفيرة، يا صفيرة. صباح الخير أخي.
صباح النور، انا رايح الشغل، بدك شيء؟ ايه مهوني، الله معك. ما قلت لي شو بتحب اطبخ لك اليوم؟ لك ما بصير تساليني طالما عنا ضيفه بالبيت. روحي لعندها واساليها شو بتحب تطبخي لها. ايه معك حق اخي، غابت عني. لك صحيح اختي، انت ما فهمتي منها شيء عن اهلها، عن حارتها، عن عيلتها. لا والله اخي ما سالتها. الله يرضى عليك يا صفيه، اليوم قاعدي معاها بلكي بتفهمي منها شيء، بس اوعك تضايقيها. ايه اكيد اخي، اليوم بفهم منها وبخبرك. ماشي اختي ماشي، الله يعطيك العافيه. يلا سلام عليكم. الله معك، مهونه يا اخي. طيب اخي سلم دياتك. يلا الله يسلمك. سلام. لهما، معقول تكون بنتي هي اللي عم يحكوا عنها؟ لا 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 لا، لا يمكن، بنتي مستحيل تروح على الخان. والله أهون علي يشوفها مقتولة ولا أسمع عن هالخبرية. بس كيف بدي أتأكد إذا كانت هي بالخان ولا لا؟ كيف؟ لازم أعرف الحقيقة، لازم. وصلنا له كل شيء بدنا اياه. مبسوطه ست سحر؟ ايه معلوم مبسوطه، بس لسه لازم نعمل نفس الشيء هون بحاره فخري وبكل حارات الشام كمان. أي يلا لكان خلونا نستعجل لنلحق. يلا امشوا. وعم يقولوا بنتها لتاجر كبير. بنت تاجر كبير بتروح على الخان تنزع سمعتها وسمعت اهلها؟ لك ايه، وهربانه من بيت اهلها ومتخبايه بالخان. لك مو بس هيك، لانها عايده. لك ايه، هي بالحاره كمان ساكنه. وما عرفتي مين بيكون اهلها؟ للصراحه عرفت بس ما صدقت. ولك احكي، نطفتي لي قلبي. لك ايه، عم بيقولوا بنته لمعلم تاج الدين. ولك سكتي، إن شاء الله بينقطع لسانك. لمعلم من كبارية وأشراف الحارة، وبنته شريفة وعفيفة، وأنا اللي مربيتها. امشي يبليكي بيقتلك.